قام محافظ الإسماعيلية شريف بشارة بزيارة لكنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيج واحد، خاصة في الأعياد حيث يحتفلون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي. يعني أعتقد أن مفيش معنى أوضح من معنى التلاحم للشعب المصري ووحدة الشعب المصري في مختلف ظروفه، سواء كانت الظروف دي هي احتفال بالأعياد أو حتى وقت الشدايد. بان برضو تلاحم الشعب المصري على مر العصور المختلفة. الحقيقة احنا حتى ما بنتكلمش فقط على العصر الحديث اللي احنا فيه، احنا على مدار التاريخ الشعب المصري بيثبت للعالم بالكامل مدى تلاحم هذا الشعب ومدى وحدة نسيج هذا الشعب. والحقيقة يمكن مصر بتدي درس للعالم بالكامل في هذا الموضوع، وإن شاء الله ربنا يديم علينا نعمة السلام والمحبة في أرضنا العزيزة مصر. شرفنا سيادة اللواء المحافظ والمجموعة صحبه الكرام المرافقين لي، بنشكرهم على محبتهم. طبعا هم النهاردة بيمثلوا كل الإسماعيلية عشان الظروف اللي احنا فيها مش سامحة باللقاءات الجماهيرية، فهم جايين يعني باسم شعب الإسماعيلية. بنشكر الجميع، كل سنة والجميع طيبين وسنة حلوة على مصر كلها، بركة وخير ومحبة ورخاء وسلام، وربنا يسعد الجميع بنعمته وبركته، وكل سنة وانتم طيبين. شرفتونا ومتشكرين خالص.